السلام عليكم. تلوين الشخصية والاهتمام بالخلفية. كما تلاحظ، قمت بإضافات بسيطة لإعطاء بعض الجمالية للتصميم من خلال صنع علبة زيت على الأرض وفرشاة باليد مع تغيير الأصبعين، قليل من المساحات اللونية. كذلك أضفت لها خلفية كما تلاحظ. سنهتم بالخلفية لاحقا، المهم نأتي إلى تحبير الشخصية. نقرب الصورة، نختار أولا الواجهة، ثم نقوم بعملية تقريب للصورة. سوف نأخذ عينة من التلوين، ولسنا بحاجة إلى شرح كل التلوين. يختلف التلوين من فنان إلى آخر، فالبعض يهتم بمجرد ملء المساحات اللونية، والبعض الآخر يهتم بإنشاء نوع من أنواع الظل. كذلك الظل يختلف من مصمم إلى آخر، فتجد منها التي تحوي على ظل خفيف، ومنها من يقوم بعملية زيادة الظل بشكل أكبر، أو يقوم بعملية صنع ظل وضوء بنفس الوقت، أو يقوم بعملية صنع أكثر من ظل وأكثر من ضوء بنفس الوقت، أو يقوم بوضع حد فاصل بينهما، أو يجهد نفسه بالتباين والتخشية بالظل والضوء إلى ما ذلك، أو يقوم بصنع تدرج بالإضافة إلى الظل، أو النوع المعروف الذي يحوي إطار أسود مع لون، أو الذي يستخدم كثيرا بالخلفيات يكون لون الإطار قريب جدا من لون المحتوى، أو تدرج كامل بين الظل والضوء، أو استخدام صورة نقطية كنوع من أنواع ملء الخامة بدلا من عملية تلوينها. فلنباشر عملية التلوين. ببساطة شديدة، اختر العلبة اللون، ثم اختر لون للوجه الذي يناسبك. سوف اختر هذا اللون، تضغط هنا، يتم عملية التلوين، والرقبة ايضا، الشعر كما تلاحظ. الآن أرغب بأن ألون المنطقة الملونة بالأحمر على أساس أنه كان يلعب بالألوان، ولكن لا أرغب بأن تلون الأذن. لو اخترنا الآن اللون الأحمر وقمنا بالتلوين، ستلاحظ أن الأذن تتلون كما تلاحظ. سأتراجع عن هذه العملية. سوف أقوم بعملية الفصل. أولا أقرب بالضغط على X من الكيبورد، ثم أضغط على K من الكيبورد أو أختر من هنا، ثم اختر أداة الفصل كما تعلمنا ذلك. الآن تمت عملية الفصل. اضغط على كي للعودة او من هنا، اختر اللون ببساطة وعلبة الالوان، واقوم بعملية التلوين كما تلاحظ. تمت عملية الفصل، وحققنا غرض أننا يمكن أن نقوم بالتلوين حتى لو لم يكتمل الخط أو لم تقفل هذه المساحة. الآن سوف نقوم بعملية صنع ظل. صنع الظل ببساطة شديدة وبدون أي تعقيد، سوف نختر البولي لاين ونختار لون أغمق قليلا، نحدد حجم الخط، أبقى ضاغطا على الكليك الأيسر، أضغط على آخر نقطة كي تتم عملية الفصل، نقطة جديدة كما تلاحظ، أنهي ثم أنهي العملية. إذا رغبت بالتعديل على أي نقطة يمكن اختيارها من هنا، سحبها أو تبعيدها أو تقريبها إلى ما شابه كما تلاحظ. الآن سوف أقوم بعملية التلوين على أساس أنني قمت بعملية فصل كاملة وبنجاح ساحق. سوف أقوم بعملية التلوين كما تلاحظ. تمت عملية الفصل بنجاح. يمكن أيضا أن أغير في المناطق التي تجاوزت
لاحظ هذه المنطقة تجاوزت قليلا، قمت بعملية جعلها تتراجع كما تلاحظ. لاحظ كيف تمت العملية. أو يمكن أن تقوم بالخطوة السابقة، إن كان هذا الخط يضايقك بالخروج على الخط الرئيسي يمكن أن تقوم أيضا بنفس الخطوات بالكي كما تلاحظ، وتختار أداة الفصل وتقوم بعمليات الفصل كما تلاحظ. الآن قمت هنا بعملية فصل حتى الآن لم أراها، كي لأعود أختار لون أحمر غامق فليكن هذا. أنظر لاحظ كيف تمت العملية بنجاح تراجع. الآن بدأ يظهر لي نوع الظل الذي أرغب بأن يكون. يمكن أن تزيد من عملية الظل، ويمكن أن تصنع ضوء، فلنصنع ضوء مثلا، فلنختار هذا اللون نغيره قليلا نحو الأفتح ونصنع خط. كما تلاحظ أختار أداة اللون ثم أقوم بعملية التلوين. لاحظ كيف أصبح. إذا كان اللون لا يعجبك يمكن أن تقوم بعملية تغييره من هنا بعد الضغط عليه. كما تلاحظ انظر الآن إلى النتيجة النهائية التي قمت بإنجازها. كما تلاحظ الآن جمال الشخصية والتنوع اللوني الذي أحدث فرق كبير عن الشخصية السابقة. اضغط على الكي، انظر مدى التقسيمات التي قمت بصنعها، جميعها استخدمت أسلوب عملية القطع وتحققت هذه النتيجة. جميلة أليس كذلك؟ الآن الخلفية. الخلفية ببساطة عبارة عن مجموعة من الخطوط حالها حال أي تصميم ثاني. بالنسبة لي لا أفضل أن أقوم برسم الخلفية بهذه الصورة نهائيا، بمعنى آخر لا أفضل أن أرسمها داخل البرنامج وأكثر عدد الخطوط، مما يجعل العملية صعبة وأعتمد على الأنواع الأخرى من الخلفيات. ما هي الأنواع الأخرى من الخلفيات؟ مبدئيا الخلفية الأولى هي الخلفية التي نقوم بعملية رسمها وتحوي على مجموعة من المربعات أو الدوائر وحسب الحاجة. يمكن إنشاء خلفية أخرى وهي النوع الذي يعتمد على مبدأ استيراد صورة. نضغط كليك أيمن هنا، نقف على الفريم، كليك أيمن، امبورت فروم فايل. تفتح لك هذه النافذة مباشرة، يذهب بك إلى جهازك ثم نختار الصورة من الجهاز، نضغط بريفيو. أنا قمت برسم نفس الخلفية ولكن كصورة أسود وأبيض. كل ما عليك هو الضغط أوكي. الآن نزلت لدي، هي كانت أصلا صورة نقطية رسم، نزلت لدي الآن على شكل بالضبط تشبه سابقتها ولكن تم تحضيرها بمكان آخر. انظر، ويمكن التلوين بشكل طبيعي جدا، حالها حال أي مكون من المكونات كما تلاحظ. إذا الطريقة الأولى نقوم بالرسم بالأسود والأبيض بأي برنامج آخر للسرعة واستيراده والقيام بإنزاله هنا. أما النوع الآخر المفضل لدي
نقوم بنفس الأسلوب، ونستورد صورة بريفيو. لاحظ لا يظهر شيء لأنه حول، هذه استوردت صورة ملونة، حول الصورة الملونة إلى خطوط قابلة للعرض. أنا أرغب بأن أستورد صورة بألوانها وبدون أن أقوم بأي تغيير عليها، كل ما عليك هو الضغط هنا وضغط بريفيو. انظر، استوردت صورة كاملة حقيقية وبدون أي جهد، كل ما عليه هو الضغط أوكي. سيأتي مضى هنا كما تلاحظ. الآن لو أضغط على تحبير الشخصية، لاحظ جمال التصميم. لاحظ الآن بدأت تظهر لي أخطاء من التلوين السابق. انظر هنا، هذه شفافة بمعنى أنها لم تأخذ اللون. الملاحظ عندما تقوم باستيراد أي صورة من خارج البرنامج تختفي الألوان، والسبب في ذلك أنه يطلب منك أن تقوم بعملية تحديد هل ترغب باستخدام الألوان الموجودة بالصورة أم أنك تعود إلى الديفولت وتستخدمها. إذا من هنا يمكننا العودة إلى الديفولت. كذلك يمكنك تغيير شكل الألوان بالضغط هنا كي تتجمع لتكون العملية أقرب وأسهل لك. سوف أختار هذا اللون وألون هذه الأجزاء من الشخصية، وكما تلاحظ تم تلوين القدم وإخفاء إلغاء كافة العيوب السابقة. إذن لديك أكثر من طريقة، 3 طرق لاستيراد الخلفية. الأولى أن ترسمها بيدك وتقوم بعملية التلوين. الثانية أن تستورد صورة أسود وأبيض ثم تستقبلها على أساس أنها بلاك وايت وتقوم بتلوينها بنفسك. أما الأسهل والأخف على البرنامج وعليك هو أن تقوم بصنع صورة ببرامج التصميم الثنائية واستيرادها كصورة. الآن هذه عبارة عن مربع لأي أكثر من 4 نقاط. انظر، مربع وليس كسابقه. انظر، عدد النقاط الموجودة فيه كثيرة وكبيرة جدا. أما هذا فيكون أبسط وأجمل، وأغلب أفلام الكرتون تستخدم هذه الطريقة. أما إذا لم تكن قد حضرت الدروس السابقة، فإنشاء هذه الخلفيات يتم من خلال الضغط على زائد وكتابة أي اسم الخلفية التي ترغبها ثم أوكي. لإلغاء أي فريم وضعته اضغط على السالب يقوم بالحذف. الآن الهيكل العام لم أعد بحاجة له. الآن سوف أقوم بعملية حذفه. بقى لي الآن تحبير الشخصية، سأبدل اسمها ب الطفل من خلال الضغط هنا كليك أيسر لمرتين. الآن أصبحت الصورة جاهزة لي لنقوم بتعلم المؤثرات عليها، فتابعني بالدرس القادم. السلام عليكم.